هو المقاطعة حقيقة يراد لها أن تنتهي، لأنه استمرار المقاطعة بنظري أنا على الأقل هي استسلام لما يحصل أو القبول بما يحصل في العراق. العودة التدريجية هي أولا تبدأ من خلال الخطابات، خطب الجمعة والمحاضرات وتهيئة القواعد الجماهيرية، وأيضا التهيئة للانتخابات وإدارة الانتخابات، كيف تكون الدائرة الانتخابية متعددة أو دائرة واحده، تقسيم الجماهير، تقسيم المجهود، تقسيم الخلايا اللي موجوده لاداره الجماهير في المرحله القادمه. المرحله الثالثه قد تكون حقيقه احتجاج قوي على ما يحصل بالعراق من خلال التظاهرات، لانه هذه الحقيقه هذا الانسحاب ترك المجال للقوة على لكي تثبت نفسها انها قوه صالحه، وهي القوه التي تريد لها ان تبني العراق وفق متطلبات المرحله الحاليه. لكن فشل كبير هذه القوة بعد انسحاب التيار الصدري، وانسحاب التيار الصدري حقيقة كشف للمقابل أنه ليس هو السبب كما كان يشاع عنه في تأخر البناء والتقدم للعراق وعدم محاسبة المفسدين، وإنما بالعكس تماما أصبح الآن واضحا أنه في غياب التيار الصدري كشفت الهوية الحقيقية للنظام السياسي، واستمر في الفساد والمماطلة والابتزاز والمحاصصة وعدم الاهتمام بخدمات للشارع العراقي.